بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عز وجل we will start from page number 62 سورة آل عمران and from ayah number 93. I will give you 1 minute inshallah until you open your masahif inshallah azza wa jal and bring your family together inshallah. Okay, are you ready? Ready, inshallah? Are you guys ready, inshallah? If you're ready, if you already open your masahif and ready, please let me know. Okay, mashallah. Ala barakatillah. Okay. So again, welcome to the journey with the Quran. Surah Ali Imran, page number 62. Ayah number 93. Jazakumullah khairan. Let us start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. We are now in page number 62. Page number 62, ayah number 97 or 98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله،
ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم إني أعوذ بوجهك من النار. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم إنا نسألك الجنة.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لا إله إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب الصابرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. اللهم إني أعوذ بوجهك من النار. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إن شاء الله. Brothers and sisters, open إن شاء الله your Mus'haf today regarding the Tajweed recitation or teaching Tajweed. We reached Surat Al-Kawthar, open Surat Al-Kawthar, page number 602. Okay, Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Now, إنا أعطيناك الكوثر. Here, إن, we have 2 seconds. Then, نا, 4 seconds. 2 seconds حرف قلنا مشدد. 4 seconds مد منفصل. Then, أعطى. So the طا is heavy. أعطيناك الكوثر. ثر. The ثاء is light, را is heavy. ثر. Okay, so I will read it and you repeat inshallah. إنا أعطيناك الكوثر. Your tip. ما شاء الله. Second ayah. فصلي لربك وانحر. Now, fa sa, fa, fa, light. Sa, sa, heavy. Lam, light. So, فصلي. We don't say fa, fasal, fasal, fasal. Or fasalli, fasalli. No. Okay? فصلي. Okay? فصلي. Then, lira, lira, the la, the lam. I said the lam. No. The lam is light, the ra is heavy. لربك. Then وانحر. ها 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 ها. ار. See how my tongue moves with the, you know, with the letter. So وانحر. The ayah again and then you repeat. فصلي لربك وانحر. Your turn. Okay, the last ayah. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبَتَرُ. Now, إِنَّ, 2 seconds, حرف قلنا مشدد. شَانِئَكَ هُوَ الْأَبَ قَلْقَلَ أَبَتَرُ. تَا. Light. Then, أَرْ. Heavy. أَبَتَرُ. Okay? Read it and then you repeat. إن شانئك هو الأبتر. ما شاء الله ما شاء الله. Let me recite all the surah. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. Tonight I want to do something new with you guys.
So if you have your children with you, so far we took from Surah An-Nas, today Surah Al-Kawthar. Okay? If anyone would like now to call me to correct or to see how is their recitation, to correct the recitation, Bismillah, you guys call me now and I will put you on speaker. You will hear the reciter and you will hear me how I correct him or her, whether adult or children. Okay? If this is good idea, please give me your thumb up. MashaAllah, MashaAllah. Muhammad ibn Maktoum. Okay, this is the first caller. Assalamu alaikum. Okay, brother Muhammad, how are you? Alhamdulillah. I have my daughter here. MashaAllah, you have your daughter. MashaAllah, that's nice. She is 6 years old. 6 years old. Allahu Akbar. Okay. Which surah? She's gonna read Inna Atayna Kalkawthar. MashaAllah. Should I be, you know, like, stop with every mistake or just let it go? Yeah, inshallah. Okay, yalla bismillah. Yalla Allah. Her name is Allah. Allah, Allahu Akbar. Fabi ayy Allah, ya rabbikuma tukadiban. Go ahead. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. How are you? Good. Okay, go ahead. Bismillahirrahmanirrahim. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما شاء الله تبارك الله. ألا, that's amazing. May Allah reward you inshallah. I just have two things I want to you did two mistakes. Okay, the first mistake you said فصلي. But the lamb here is light, not heavy. So you say fasalli li, not li. Okay? Say it, please. Okay. Say it again. Say fasalli. MashaAllah. Perfect. The second mistake you said wanhar. It is wanhar. The ra here is heavy. Yalla, say it. Wanhar. Allahu Akbar. MashaAllah. Ala. That's, mashallah, very, very beautiful recitation. May Allah reward you and protect you, inshallah. Ala, I have a question for you. Yes? How's the corona with you? Good. Good? Alhamdulillah. Say, may Allah protect us all. Allahumma ameen. Ameen. Okay, jazakumullah khair, ya Ala. Jazakumullah khair, ya. Hayyakumullah, brother Muhammad. Okay. Who's next, inshallah? Yalla, bismillah. If you guys have, you know, children with you, bismillah, call. Or even you, brothers and sisters, the adults. Don't worry, inshallah. I will be, you know, soft with you, inshallah. While someone call me, I just want to mention something about, you know, tonight is the night of Laylatul Nisf of Sha'ban, the night of half of Sha'ban. Okay, here's the thing, brothers and sisters. Some people think, you know, this night has very huge or big value in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, which is right. But they take it to the extreme. Now, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in the hadith, إِنَّ اللَّهَ يَطَّلِعُ عَلَىٰ عِبَادِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانِ فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala looked at his servants in the night of half of Sha'ban, okay, and he forgives the believers, okay? وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ, and he gave a chance to the kafirin to return to him, okay?
And after that, وَيَدَعُوا أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ. And Allah subhanahu wa ta'ala leave the people who have hatred in their hearts until they leave that hatred or bad like intentions in their hearts. Okay? In another narration, عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه said, إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك. So Allah subhanahu wa ta'ala in this night, he looks at his servants and he forgive everyone among the believers except someone associated, someone with Allah subhanahu wa ta'ala, أو مشاحن, or someone has bad connection or wrong connection with his parents, with his families, with his friends. Someone has something, you know, like the relationship is not strong with someone, then Allah subhanahu wa ta'ala will not give him this kind of reward. Okay, so these ahadith, you know, the first hadith is, you know, hadithun sahih, and the second hadith as well that I mentioned. Okay, but now there is a hadith da'if. In fact, it is makdhub, it is a lie. Okay, this hadith is hadith, very weak hadith. What this hadith? That إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانِ, when the night of the half of Sha'ban comes, فَقُومُوا لَيْلَتَهَا, pray qiyam in that night, وَصُومُوا يَوْمَهَا, and fast the day of that day, فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا. Allah subhanahu wa ta'ala comes down to the heaven, to our heaven. Okay. فيقول ألا من مستغفر فأغفر له. Is there anyone who is seeking my forgiveness? I will forgive him or her. ألا مسترزق فأرزقه. Is there anyone who wants rizq from me? I will give him. ألا من مبتلا فأعافيه. ألا كذا وكذا حتى يطلع الفجر. Is there anyone who has any harm? I will protect him or her from this harm. Okay, and Allah keeps saying that until Fajr, you know, comes. This hadith is hadith makdhub, which means, you know, someone put this hadith as a lie on behalf of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That this is not correct hadith, brothers and sisters. Okay, so yes, the night of Sha'ban, the night of the middle of Sha'ban is the night that Allah subhanahu wa ta'ala, as mentioned, you know, in the two hadiths that I mentioned, Allah subhanahu wa ta'ala forgive, you know, the believers. Accept whom? Accept the mushrik, the one who associated someone with Allah subhanahu wa ta'ala, and accept the one who basically doesn't have good relationship with the others. Okay? Otherwise, Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, will forgive us all. Allahumma ameen. But taking this kind of night and make it as, you know, worshipping Allah, there is no dalil for that. There is no dalil in my humble knowledge or information. I don't know any dalil for that. You know, praying qiyam or give this night a specific value or the day a specific value. Wallahu ta'ala a'lam. MashaAllah, Dr. Rihabi, Jazakallah khair, Fadith al-Doktor. He, alhamdulillah, agreed with me. Allahumma lakal hamd. May Allah reward you, Dr. Rihabi, for visiting our page. Okay, so we almost done. Is there any call? I will take the last call if there is any call, brothers and sisters. Is there any call, inshallah? From your children, from the adults? My phone number, 813-420-8823. Okay. Is there any call? Bismillah.
Brother Muhammad ibn Maktoum, jazakum Allah khayran for calling me and mashallah your daughter for her recitation. May Allah subhanahu wa ta'ala reward her. Allahumma ameen. Tayyib, I think there is no calls. Jazakum Allah khayran, brothers and sisters. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you. See you tomorrow, inshallah, at 9 p.m., inshallah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.